لا يجوز الحائض أن تصوم ولا النفساء. وهذا دليل على ماذا؟ على أن العبادات توقيفية. لا يتذوق الإنسان يقول طيب صائم الحمد لله صائم يا أخي ليش تنكر عليها خليها تصوم، ما عملت منكر؟ لا عملت منكر، عملت منكرا حيث أنها أتت بالعبادة على غير وجهها الشرعي. أكل خير تفعله حتى لو كان على غير السنة. لا يجوز أن تقرأ القرآن والقرآن في الركوع والسجود، لا يجوز أن تقرأ القرآن وقد أقيمت الصلاة، قاموا الصلاة الجماعة يصلون وانت ايش تقرأ قرآن؟ إخوان على خير، ما أنا قاعد أفعل معصية. لا الآن فعلت معصية، تركك للصلاة وانشغالك بالقرآن في هذا الوقت ما يجوز، بل لا يجوز حتى أن تنشغل بصلاة أخرى. إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا بد أن نعرف عبادات هكذا توقيفية. فالحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم عليها أن تصوم وهي حائض. هنا دائما الشيخ ابن تيمية رحمه الله ينبه على مسألة، يقول ولذلك يجب على الأمهات أن يتابعن بناتهن. لماذا؟ لأن بعض الصغيرات قد تحيض لأول مرة وتستحي أن تخبر والدتها بذلك، ويدخل عليها رمضان وتصوم معهم صائمة ما شاء الله عليها وهي حائض. لا يجوز هذا. فلا بد أن تتأكد الأم من بناتها، هل يعني بلغنا، هل حضنا؟ فإن كانت من ذوات الحيض وجاء الحيض في رمضان لا يجوز لها أن تصوم. كذلك النفساء مثل الحيض تفطر ويحرم عليها الصوم.